moments later. يا ابن استغفر الله العظيم يا رب، مين بقى اللي حدف عليا الكرة دي؟ طب على الله بقى تحصل تاني. ايه القرف ده؟ تاني اضربك تاني. ماشي انت برضو تاني؟ ما تهدى بقى يا عم البارد انت، عشان والله العظيم المرة اللي جاية هضربك. اللهم بلغت اللهم فاشل. مش قادر تاني والله انا اضربك تاني. خسارة ما جاتش في ايدي. تاني ماشي. ايه ده؟ وده راح فين ده؟ يا رب اللي في دماغي يا رب ما يطلعش صح. بسم الله. انت بقى اللي عمال ترخم عليا وانا قاعد تحت. ها يا نهار اسود، انا اللي في دماغي طلع صح. سيب ده انا بهزر معاك يا سيب، ما يعني ما تاخدش كل حاجه جد كده. طيب سيب بقى كده يلا المسدس اللي في ايدك ده على الارض وارفع ايدك الاثنين لفوق. ايه يا عم شغل الافلام ده يا عم؟ ما خلاص يا عم سيف بقى المسامح كريم. سمعت قلت لك ايه؟ سيب المسدس على الارض وارفع ايدك لفوق. ده انت مصمم. طب حلو قوي، تعالى لي بقى. قال ايه؟ ارمي السلاح على الارض وارفع ايدك لفوق. ايه شغل الافلام ده؟ حتى نفس محمد رمضان. خد انا يا ابني يا خساره ما جاتش. اطلع لي بقى حلو يا جميل الملامه انت. انت نهار اسود، نهار اسود. مفيش طلق ليه نهار اسود. اطلع يلا. حاضر اهو طالع. بكمل اول لازم يعني شويه الفراده دول. يلا حبيبي زي الشاطر بقى، يلا سيب المسدس على الارض وارفع ايدك الاثنين لفوق. الله عليك كده وانت شاطر كده وانت بتسمع الكلام جميل. يلا حبيبي كمل شطارتك بقى كده يلا، ولف واديني ظهرك.
انت عايز ايه يا عم انت؟ لف بس وهتعرف. لف. لا يا عم انت عبيط ولا ايه؟ مش هلف انا يا عم. لف يلا. انا ايه اللي خلاني اهزر مع الحيوان ده؟ وبكده بقى انا خدت حقي. تمام انت كده يعني يا عم انت اتبسطت؟ جدا جدا ده انا اتبسطت قوي. وبعدين بقى ما تهزرش معايا عشان ما ازعلكش. ها دي كانت نبذه كده بس صغيره. ما تهزرش معايا تاني بقى. عيل بارد. طب ماشي ما تزعلش بقى. ماشي ما تزعلش. فين الكور الثانيه؟ هوريك يا سيف الكلب. بقول لك يا بابا بص بقى كده بقى بابا عشان اللي اخويا عمله معايا ده ما ينفعش يا بابا. الله يخرب بيت سنينك انت واخوك. هو انتوا ايه يا انا؟ هو انتوا ايه؟ ما ينفعش كده يوم يعدي كده من غير ما تعملوا مشكله؟ هو اللي بارد يا بابا. احكي لي اللي حصل. هو انا بهزر معاه بابا، بهزر معاه عادي زي اخ بيهزر مع اخوه. هو بقى اللي بيقلب الهزار على طول جد يا بابا وضربني بالمسدس في التوته. قول والله ضربك في التوته؟ اه والله. وده مسدس ايه ده اللي ضربك بيه في التوته؟ معلش يعني عدم المؤاخذه. مسدس كوره بابا زي ده كده. اه وريني كده. امسك. وريني. اه وده بيشتغل ازاي ده؟ انا اسف ده انا كنت بجرب بس. انا اسف. ماشي يا بابا ماشي. هاتلي بقى حقي منه بقى بابا يلا وهضربه بقى زي ما ضربني. من عيني. حاضر. هو فين بس؟ هتلاقيه بابا قاعد بره في البسين على العوامه البيضاء. طب جميل، ركز معايا بقى في الكلمتين دول. تمام. بص انا هاخد العوامه البرتقالي الثانيه اللي عندنا تمام واروح اقعد جنب منه في البسين واخبي المسدس ده تحت الهدوم وانا قاعد كده في الاستخبص او مديله واحده. حلو الكلام؟ ولو ده لو يعني لقيتني بصفر يبقى انا كده محتاج لك تيجي. ولما تيجي بقى معلم تقوم انت ماسك خرطوم الميه وترش عليه وسيب لي بقى اللي جاي ده عليا. خلاص ماشي. توكلنا على الله. حاجة بابا؟ لا مفيش. جاي اقعد بس في البسين شوية. يا سلام ده البسين نور يا بابا. غصب عنك لازم ينور. لازم ينور طبعا عشان انا هقعد فيه دلوقتي. انت ما حرمت شلف. طب ليه كده؟ طب يا بابا وطي صوتك يا حيوان انت. خد يلا خد دي. طب تعالى بقى بابا تعالى بقى. استنى بس انا هاجي دلوقتي اقول لك على حاجه. استنى
بارد. البتاع ما فيهوش كور. لا بابا لا بابا بالله عليك يا بابا لا بابا لا بابا بالله عليك. هدي بقى كده عشان ما تلزمكش. يا جدعان يا جدعان اتنين على واحد مش رجوله يا جدعان. ابو بابا بالله عليك يا ابو هات العوامه بقى احسن بغرق يا بابا.